نعمل قهوة صبحتو بعدا أو فيديو جديد بحال البارح غادي نعاودو بحال البارح كيما كنعاودو حياة صافي مكملت لا حياة لمن تنادي. السلام عليكم تبارك الله الخوتي اخواتي الموت عليكم دائما معكم الاب ديال ايمن الخطابي اللي كيقول لكم دائما ان هاد الوليده دا خصكم تعاونوا معاه لانه يستاهل تعاونوا معاه هذا كيقلب لا ما كيقلبش على المشاكل هذا مسكين كيدير محتويات جميله وجديده وفي متناول الجميع يعني هو شنو غادي نقول لكم يعني هو باغي يدير يوميا فلوج على يعني كيفاش كيعيش بامو هو الحياه ما انت باغي يدون الحياه يعني القدام ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا ما هذا المنبر خوتي اليوم غتكون حلقه خطيره وغتكون زوينه وضروري غيكونوا المفاجات والمفاجاه دائما كتكون فين كتكون في الاخير وفي الاخير غتشوفوا المفاجاه. اذا نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الصباح سهل على كل شيء ديال الله كيما سمعت اخوان وهبت ونسيت صهد الله الطير الحر يموت بعز وجيح واللي ربي مساعده تعطوه الى دار يا قلوب الشر معدنكم راح فريح ما احترمتو كبار ما قدرت غادي ناكلو في واحد المطعم ناكلو فيه شوفوا داك الشيء كيفاش غيدوز الماني لو شتوه الماني لو مسكين جار رمور بيكالا انتوما خوتي واش هذا الكلب ديال بيكالا عباد الله انت شوف الكلب كيفاش داير والماني لو هذيك والله يهديهم الله يهديهم وصافي. المهم واخا نقول شي كلمه خويا ايمن نقولها خوتي مرحبا بكم. حنا غنمشيو ان شاء الله واحد الريستون هي هنا اوكي ريستون ديال الدجاج خاصه ديال الفصول لا ماشي ديال الفصول كاين الفصول وكاين الغرب وكاين الميزان غير غنمشيو ديال الميزان. الميزان كيصابوا شلاطه واعره وعندهم دجاج خطير فهمتيني. حنا تشهينا والله العظيم كون كانت الريحه كتعطى كونصيفطنا لكم اقسم بالله العلي العظيم. ولكن حنا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم دجاجات غادي مشويين داكشي ديال الله غنعيشوا بهم الحياه السعيده بما تغدينا حنا راه منفطين فطور وغدا في القاعده نتغداو ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي نعجبوكم. انا ماشي رامي وايمن والله تا ايمن غادي يجيكم تشوف راه كيما قلتكم والبار بغا يدير معكم علاقه راه بغا يدير معكم علاقه راه نتوما قال لك سيدي هو كيقول لك ايمن كيقول لك احسن جمهور في العالم هو الجمهور المغربي لان كيعرف كيفاش يتعامل معاه كيعرف كيفاش يدي ويجي مع الهضره وهذا هو الربح. ملي قالها ولدي في فمو هذا هو الربح كلشي ديال الله ايمن كلشي ديالك مشيو ناكلو مشيو حنا وصلنا دابا غادي نمشيو ناخذو شوية الميزان دوزوز يا دوبي ان شاء الله خير في الجو خير وما طيش شباب اللي ديرهم لي الله يحفظك اش اللي ما كيبغيش بو صلاه ما عنديش مع ما طيشا ومع خيزو ما عنديش خيزو عندي ما الليمون طون ديال مرحبا المرحبا غادي نشوف واحد جي جمعنا هاد بلاتي فيا مزال انت جاك ديال لعيبه داكشي طايب ناظم وعزاز مكرم هادي مشوات الميزان احسن مشوات في العالم كلشي ديال الله مالك واقسم بالله وتكونوا معنا وتاكلوا هاد الجيب تتولوا مزمرين بحال العكر ديالو كلشي ديال الله ما عليكم كملوا
مش انا. احنا استنى الطبق الطبق ديالنا الطبق. ها قول قول جربوها الموديل. بعد فيه غدا وفطور. هاد فيه غدا وفطور. هذا غدا وفطور. هذا راه بالو راه ما قلناش بكري. انا راه قلنا حتى الخمسه المره فين مشيو. ها نمشيو مره ويدا البلاصه قلالك نتاع. كل شي وين ربي ايو رتسق ساس. كل شي وين ربي ديالك ديالك طبق الطبق ديال ديال الصاله ديال ديال الميلودي كما فيها كاع الروز الاخر ما فيهاش الروز. لا ما الروز ما فيها غير الخبزو و والخيار ومطيشه صافي. هذا ديال البنان وفا والخضار. ما ساليتش مازال ما ساليتش. والله زوينه. هاو ديال با مسمسالة غادي نمد هاو ديالي هنايا ومزال مسالة. ناكلو دابا ولا لا؟ سالينا الماكلة دابا واحد السوية باش نمشيو. ها نتوما تشوفو هاداك السيد صايدو مازال ما عرفناش شنو غنديرو. شنو غندير معنا هاداك السيد تشوفو نتوما باين لكم شنو غنديرو. يلا نخليك تشوف الفيديو. الله الله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي الا لو ان هدانا الله. كل شيء ديال الله الحمد لله والشكر لله وهذا هو الربح. يلا يلا. والحب حرام لا كان معاده نموت وما نشرب دواك. غدارة بنت الكفارة خلات في قلبي لي مرة. حبيته يمكن الحب القيمة بيني وبينك صور قديمة. حذرته من هاد اليوم وديما واحد لقيت. عزونا غادي استوديو أكبر استوديو إن شاء الله. استوديو نمشيو ليه فين جا استوديو؟ استوديو بقات لينا شي 10 دقائق تقريبا بحال هكا. انا بعيت بزاف 10 دقائق نكون زوين 10 دقائق نكون وصلنا استوديو. اسم استوديو سميتو؟ استوديو بن خديجه. فين رشيده؟ استوديو بن خديجه وين غنمشيو عندو. خبرتي شوف الفيديو حتى الاخر تشوف داك الشيء زوين زوين بكر غناو داك الشيء ناضي. وحدي قنطان تايه في دروب الليل والدنيا باردة قلبي زاهر سخون. التيقة الزايدة دارت لي مشاكل. حبيت الوحدة وخليت همي مدفون. وحدي قنطان استوديو قبيل هكا صافي قبيل قبيل وصلنا استوديو. انا نخليكم واش عرفتونا للي الخضرة في قلوبنا. واش عرفتونا احنا ما كانت سرطان. داخلين على الاستوديو كيغني لو دابا كنقطع الصوت سير مبلبلها. انا مع عشراني عايش حياتي وديما فوق. ما عنديش من غير حبة في لساني ننسى بيها الكون وحتى ناش نكون. مطلعها مع عشراني عايش حياتي ضحك وديما فوق. ما عنديش
من غير حبة في لساني ننسى بيها الكون حتى ناش نكون خوتي احبابي نموت عليكم ديما من القناة الرسمية ديال ايمن الخطابي راكي موت عليكم. المهم حنا في الاستوديو الجديد ان شاء الله هذه الاغنية اللي كنشدو دابا ديال الرحى عطيني الرحى ان شاء الله الرحمن الرحيم كاين الرحى وكاين الموفيطا الرحى والموفيطا. المهم غنخرجوا هذه الرحى هذه وطرا بالستيل الغربي جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم وهذه ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد تروا على 4 جور ان شاء الله تكون فيديو كليب ماضي كندي ما عندكمش غرام ديال المشكل. ومرحبا بكم ديما في قناه ايمن الكطابي جمهور عادي الميلودي ولدي ولدي الله يرضي عليكم اخوكم على الموت عليكم وعليكم حتى الصباح الصحه. انا هنا سنلنا الفيديو ان شاء الله نديرو غدا ولا بعدو نديرو فيديو جديد ان شاء الله هنا يكون سنلنا الفيديو صباح على خير. قدرت تلاحنا ثلاثه قدرت تلاحنا جوج خمسه يعني غير تلاح هنا ديك ثلاثه تقريبا تلاح ثلاثه الفيديو تلاح. ايوا صباح على خير اخوان قال حنا كنا معطل صباح على خير.